المجمر اخي كنوصي الناس اللي بغى ياخذ شي مجمر ما ياخذش مجمر مسدود من الجناب، ياخذوا منفس من الجناب ملي كيكون ملي كيدخل ليه الاكسجين البرد كيدور فخر كيشعل، ما كيبقاش الانسان يبقى يصوت بزاف، ياخذ المجمر منفس من الجناب وراه الطين ما كاين ما احسن منه. خويا المجمر ديال الطين كيتمشى حتى هو وديال القصدير حتى هو كيتمشى، دابا راك عارف مع حكم الناس البارطمات والانسان ولاد السكن الاقتصادي كيبغي يهز مجمر كيسالي منه كيديه للسطح يعلق ولا شي حاجه، ديال الطين لا كيبغي الانسان يكون عنده اتساع تيكون عنده فين على حساب الدراري. خويا على حساب الانسان بغى شي حاجه بلديه راه كياخذ ديال الطين، الطياب ديال الطين مع الفاخر وداك الشيء كتكون واحد النكهه زايده شويه ديال الحديد، ديال الحديد كيسخن ملي كيسخن ما كيقدش الانسان يجي يهزو يحولو لشي بلاصه اخرى. المواد السامه بحال البنو الصباط قاغيط شي حاجه ما يبقاوش يديروا ديك الخدمه، راه الناس كتشرب الماء خاص الطين كيصفي الماء ماشي حنا غنلوتوه، الطين كيصفي الماء ومع هاد الماء اللي ولا قليل عندنا في البلاد ونطلبوا من الله يشوف من حالنا. اخي الطين كاين المناطق على حسب البلاد، حنا راه مغاربه وكنعرفوا بلادنا من طنجه للقويره وكل منطقه فيها التربه ديالها وكل تربه كت معينه لشي مدينه اخرى، كاين الطين كاين التربه في مراكش كاينه في الرباط كاينه في وادلو كاينه في اسفي وكاين شي مناطق ولاو ملي كنشوفوا السلعه ولات كتمشى ولا على الاقبال مع تصفيه المياه اللي ولات عندنا وداك الشيء ولاو هما كانوا كيخدموا خدمه اخرى، مثلا كيخدموا المجمر ديال البوطه كيخدموا الفاز ديال الورد ليبو هذاك كيطحب ديكور، ولاو داك الطين كيستغلوه باش يصايبوا به هاد الخويبيات القنينات ديال الماء والغراف. مشكل انسان مني يبغي يشري شي حاجه ديال الفخار يسول عليها شمن منطقه وباش مصبوغه ماشي غير ولا يمشي يشري وياخذ. صعوبات الصعوبات هما هاد اللوبيات اللي ولاو في هاد الحرفه، نيت الانسان ما على علاقته ما طيان ما حنا جدودنا، انا كبرنا مع والدينا حرفته مادي وبقينا في هاد الحرفه، انسان ما طيان ما والو عنده شويه ديال الماده كيولي يمشي يجيب شي سلعه ويمشي يبيعها وكيزيد علينا حنا الثمن، وحنا ملي كنبغيو نبيعو بثمن كنلقاو ثمن اخر ما زايد ولا ما بقاش، هادشي خاصو يدار ليه شي حل. طلب من الناس اللي بغى يشري شي حاجه ديما يسول عليها منين واصلها منين وباش مزوقه ومن جايه، ما يبقاش هو الانسان يشوف شي حاجه رخيصه ويشريها يسمع الثمن رخيص وقال لي الثمن راه هو حاجه شتيها بثمن عرفها مزيانه، ثمن قليل عرفها ما مزياناش وشكرا.